السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المقلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. عقب زيارته مجلس سيئون، رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع يصل إلى المقلة. توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مصنع المقلة لتعليم الأسماك الغويزي ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي. انتقال حضرموت يقيم بطولة السباحة في المياه المفتوحة بالمكلا. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. وصل إلى مدينة المكلا مساء الثلاثاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن بحري عبد الله سالم النخعي، وكان في استقباله محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، ورئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية عويضان عويضان، وقارة الألوية العسكرية ورؤساء الشعب بالمنطقة. وتأتي زيارة رئيس هيئة الأركان العامة لمدينة المكلا عقب زيارته لمدينة سيئون، والتي تزامن مع مطلع العام التدريبي الجديد 2019 للإطلاع على مستوى استعدادات المنطقة الثانية ولتنفيذ برنامج التدريب القتالي لهذا العام، وكذا الإطلاع على عملها ونشاطها والتوجيه بما يلزم لتطويرها. شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن بحري عبد الله النخعي اليوم الأربعاء بمعية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عرضا عسكريا لوحدات رمزية من المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة تدشين العام التدريبي الجديد. وخلال العرض العسكري، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن بحري عبد الله النخعي تحيات رئيس الجمهورية، متمنيا التوفيق والنجاح في العام التدريبي الجديد، ومؤكدا أن القوات المسلحة تخوض حربا مع عناصر الانقلاب والإرهاب، داعيا إلى أخذ اليقظة الكاملة ورفع درجة الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر. وأشاد رئيس هيئة الأركان بجهود قوات المنطقة العسكرية الثانية في مكافحة الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في مديريات ساحل حضرموت. من جهته، أشار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني إلى أن العام الماضي كان حافلا بالانتصارات والتخلص من بؤرة الإرهاب في وادي المسيني، وما تلاها من عمليات انتشار واسع لإحكام القبضة الأمنية وخلق طوق أمان حول حضرموت. إلى ذلك، طاف الفريق الركن النخعي بمعية المحافظ البحسني محاوة الوحدات الدراسية لمختلف أنواع الأسلحة والمعدات وخدمات التأمين بالمنطقة العسكرية الثانية، بالإضافة إلى تنفيذ شعبة الألقام محاكاة لنزع الألقام. ناقشت لجنة إدارة المشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط في وادي وصحراء حضرموت اليوم التصور المقدم من مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بسيئون الخاص بمقترح المشاريع الاستراتيجية للأولويات التنموية في قطاعات البنية التحتية والخدمية والإنتاجية والتنمية البشرية بالمديريات. واستعرض اللجنة الخلاصة النهائية لتوزيع مخصصات مديريات الوادي والصحراء البالغ عددها 16 مديرية من الدفعة الأولى من نسبة مبيعات النفط ومعايير توزيع تلك المخصصات بحسب أولوية الاحتياج الفعلي منها، بعد أن تم الاتفاق بشأنها بين السلطات المحلية في المديريات وقيادات الأجهزة التنفيذية المعنية. وشملت مصفوفة المشاريع قيد التنفيذ حجم العقود المشتركة التي تخدم كافة أبناء مديريات الوادي والصحراء، التي وصلت نسبة قيمة عقودها 74% من إجمالي تلك المخصصات، توزعت على مجالات الطرق والكهرباء والتربية والتعليم والتدريب الفني. التقى المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد القحوم بالمدير العام لإذاعة المكلا أفراح محمد جمعة ومدير إدارة البرامج بالإذاعة عماد بن هامل للبحث عن أوجه العمل المشترك بين مكتب الثقافة وإذاعة المكلا. وفي اللقاء، أشاد المدير العام لمكتب الثقافة خالد أحمد القحوم بالرسالة الإعلامية الإيجابية التي تؤديها إذاعة المكلا في المجالات الإبداعية والثقافية كافة،
ومن جانبها أكدت مديرة إذاعة المكلا أفراح محمد على وجود الشراكة الإبداعية بين مكتب وزارة الثقافة وإذاعة المكلا من خلال ترجمة الأفكار والبرامج المستقبلية التي يزعم تنظيمها وتنفيذها مكتب وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة. تفقد مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشاذلي يوم أمس الشبكة الداخلية لمشروع مياه منطقة الصدارة بعد تنفيذ عملية الضخ التجريبي لمياه القرى المجاورة لها. والتقى مدير عام مديرية حجر خلال جولته التفقدية ورئيس لجنة المشروع وأعضاء اللجنة المكلفة لإدارة المشروع والمواطنين والشخصيات الاجتماعية مستمعا منهم لشرح واف عن مكونات المشروع ومؤكدا على سرعة الإنجاز خلال الفترة المحددة، داعيا لجنة المشروع إلى سرعة إعداد اللوائح المنظمة للمشروع ومناقشتها مع المستفيدين منه ورفعها للسلطة المحلية لإقرارها لعمل المشروع بالمرحلة القادمة للتشغيل. هذا ويعد تأهيل وربط مشروع مياه الصدارة يأتي ضمن تدخلات منظمة اليونيسف للطفولة العالمية ومياه الريف بالمحافظة. وقعت بمدينة المكلا اتفاقية تعاون مشترك بين مصنع المكلا لتعليم الأسماك القويزي ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، وتضمنت الاتفاقية سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر والعاملين والاستفادة من أفكار الشباب لتطوير وتحسين الخطوط الإنتاجية والحفاظ على المنتج وجودته والمساهمة في إيجاد حلول ابتكارية للمعدات تواكب التطورات الصناعية الحديثة بحسب المواصفات العالمية. واستعرض رئيس مؤسسة حضرموت الاختراع الأفكار والمشاريع التي سيستفيد منها المصانع والشركات المنتجة، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لخلق شراكات مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة وتوطيد علاقتها بهم، وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز مبدأ التعاون الفعال بين القطاع الصناعي ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت. عقدت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت للجامعة اليوم الأربعاء اجتماعا لها بالمكلا برئاسة القائم بأعمال الأمين العام طارق العكبري للوقوف أمام خطتها الإدارية والمالية وأنشطة دوائرها خلال الفترة المقبلة. وأشار القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر إلى أن خطة عمل الأمانة العامة قد تضمنت أنشطة وبرامج مزمنة ومحددة بأهداف تعزز من دور مؤتمر حضرموت الجامع وتنفيذ مخرجاته الملبية لتطلعات أبناء حضرموت وتحافظ على حقوقهم. وأشار المجتمعون بالأنشطة التي نفذتها دائرة الأمانة العامة خلال العام الماضي مؤكدين على مواصلة مثل هذه الأنشطة والاهتمام بنوعية البرامج في مختلف المجالات. وأقرت الأمانة العامة تقديم تقرير عن نتائج ومخرجات اللقاء الشبابي للاجتماع القادم لرئاسة الهيئة العليا للمؤتمر لاتخاذ ما يلزم بشأنه بما يضمن مشاركة الشباب والنهوض بأحوالهم واستيعاب طاقاتهم وقدراتهم فيما يخدم حضرموت وبناء المستقبل. اختتمت بمدينة المكلا فعالية دورتين تدريبية في مجال صيانة المعدات الطبية للمهندسين وفني المختبرات بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمكلا ضمن برنامج من كسبيتي النسخة الثامنة. واستهدفت الدورتين التدريبية المهندسين والفنيين بالمختبرات في مستشفيات هيئة ابن سينا والمكلا للأمومة والطفولة والمستشفى الجامعي ومستشفيات غيلبة وزير والشحر ومختبرات الصحة العامة المركزية. وتلقوا خلالها المشاركون عددا من المعلومات والمهارات الفنية والتقنية إضافة إلى تدريبهم نظريا وعمليا على كيفية صيانة الأجهزة والمعدات الطبية وإطلاعهم على أحدث الأجهزة الطبية الحديثة. وتأتي هذه الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية وتدريبهم على آلية صيانة الأجهزة الطبية بشكل دوري لمعالجة بعض المشكلات الفنية التي تواجههم. أنهت اللجنة التحضيرية للقاء العلمي السنوي الأول لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب كافة التحضيرات للقاء المزمع انطلاقه يوم الخميس بمدينة المكلا برعاية كريمة من وزير الصحة العامة والسكان ومحافظ محافظة حضرموت.
ويشارك باللقاء الذي يستمر على مدى 3 أيام أكثر من 500 طبيب من الاستشاريين والأخصائيين في أمراض القلب وأطباء عموم من داخل وخارج اليمن. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للقاء الأول العلمي السنوي لمركز نبض الدكتور محمد الفلق أن اللقاء يعد بمثابة التظاهرة العلمية المتخصصة في أمراض القلب، وأن الهدف من اللقاء متابعة الجديد في أمراض القلب سواء كان تشخيصيا أو تدخليا أو جراحي، مضيفا إلى أن اللقاء يكتسب أهمية كبيرة كونه يشهد مشاركة من خارج اليمن بمجموعة متحدثين من كبار الاستشاريين الدوليين في أمراض القلب. نظمت مؤسسة البلسم الخيرية المخيم الطبي الثاني لتشخيص ومعاينة مرضى القلب المجاني بسيئون بالتنسيق مع ملتقى حضارم أوروبا وبمشاركة أطباء مؤسستي البلسم ودار الشفاء وبرعاية مؤسسة بازرع التنموية الخيرية وشركة بروم للأسماك. واستفاد من المخيم الذي يهدف إلى تخفيف معاناة مرضى القلب في وادي حضرموت واستباب حالتهم المرضية أكثر من 50 حالة من الوادي والصحراء. وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلسم الخيرية صالح باجرج أن المؤسسة مسجل لديها 1400 حالة مرضية من الأمراض المزمنة المختلفة، وتصرف لهم العلاجات الشهرية المجانية من مديرية شبام غربا إلى مديرية ساه في الجنوب الشرقي، منهم 465 حالة مصابة بالقلب. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على العاملين بمجال النظافة والتحسين بمديرية تريم التي يعاني سكانها أوضاعا اقتصادية صعبة. وتأتي المساعدات الإغاثية في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات الشقيقة لمساعدة السكان من أبناء الوطن لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، حيث وزع فريق الهيئة 100 سلة غذائية استهدفت 500 فرد من العمال. وأعرب العمال العاملين بمجال النظافة عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود المبذولة في سبل تخفيف المعاناة والدعم النوعي المتواصل. قضايا السجناء والسجينات والإسهام في تأهيلهم وإكسابهم مهن ومهارات تعينهم في حياتهم وتصلح أحوالهم هي واحدة من أبرز اهتمامات فرع مؤسسة الصح لحقوق الإنسان في محافظة حضرموت خلال هذا العام. لمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. فرع مؤسسة صح لحقوق الإنسان في محافظة حضرموت هي واحدة من منظمات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان ونشر ثقافة العمل الحقوقي لبناء مجتمع مدني أكثر وعياً وإدراكاً بقضاياه وبحقوقه وواجباته. وهي واحدة أيضاً من المنظمات التي برزت إلى الوجود في الفترة الأخيرة تماشياً مع ما يعتمل في حضرموت من حراك مؤسسي وتنموي واضح للعيان. ولخصوصية نشاط هذه المؤسسة الحقوقية التي تعنى بجوانب تعزيز تنمية حماية مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها، فقد حظيت بقدر من الاهتمام والتعاون مع المجتمع والعديد من مؤسساته، ويتضح ذلك من نشاط فرع المؤسسة خلال العام الماضي الذي تم فيه تنفيذ العديد من برامج الشراكة في مجالات تتصل بالحقوق والسلامة المهنية. مؤسسة الصحة لحقوق الإنسان تولي اهتمام متكامل حول النسيج الاجتماعي الموجود وحول كثير من النشاطات التي داخل المجتمع. من ضمن العام الماضي كنا قد تولينا كثير وتبنينا كثير من الأيتام، ووضعنا بعض محاضرات سواء في بعض المرافق ومن ضمنها مصنع التعليب للأسماك، وتبنينا السلامة المهنية في داخل الميناء. كما كان هناك لنا لقاء مع مدير النفط حول مشروع السلام المهنية، إلا أنه لحد الآن في طريقه إلى النجاح إن شاء الله. ومن غير شك فإن قضايا السجناء والسجينات والإسهام في تأهيلهم وإكسابهم مهن ومهارات تعينهم في حياتهم وتصلح أحوالهم هي واحدة من أبرز اهتمامات فرع المؤسسة خلال هذا العام من خلال برنامج يشترك في تنفيذه مع إدارة إصلاحية السجون بالمكلا. هناك تركيز متكامل حول السجون، وضعنا خطة متكاملة حول كيف نحل المساجين داخل هذا، وهذه في طريقها إن شاء الله
لوضع استراتيجي برنامج متكامل بالجلوس مع مدير السجون. بعد أن جلسنا معه وضعنا لبعضهم والجلوس مع مدير المحافظة والجلوس من ثم مع مدير مع محافظة حضرموت لوضع له هذه الاتجاهات الموجودة لدينا حتى يتمكن نحن من تأهيل السجون النزلاء الموجودين في داخل السجون. وثمت مشاريع أخرى يعكف فرع مؤسسة صح لحقوق الإنسان في حضرموت في تنفيذها ضمن خطته الطموحة التي تحظى بمباركة السلطة المحلية ورعايتها لها والأخذ بيدها لتحقيق الرسالة التي تسعى لتحقيقها في خدمة المجتمع وقضايا حقوق الإنسان على وجه الخصوص. أقامت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت بطولة السباحة في المياه المفتوحة بمسافة 1 كيلومتر عصر يوم الأربعاء في مياه مينا المكلا القديم تحت شعار ذكرى التسامح والتصالح وفاء للشهداء على درب الاستقلال، وبحضور عضو هيئة الرئاسة عقيل محمد العطاس ورئيس القيادة المحلية بمحافظة حضرموت محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر ورئيس القيادة المحلية بمديرية المكلا مهدي سعيد المحمدي وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية وقيادة المحافظة والمديرية وبمشاركة 14 سباحا من مدينة المكلا، استطاع السباح مازن بن سليم أن يحرز المركز الأول في البطولة، وفي المركز الثاني السباح حسين باهبيش، وفي المركز الثالث كان من نصيب حسين بن سليم. وفي البطولة أكد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي عقيل محمد العطاس أن هذا البرنامج يأتي لدعم وتطوير الشباب في مجالات الأنشطة الرياضية بالمحافظة. واختتمت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي البطولة بتكريم الحائزين على 3 المراكز الأولى في منافسات البطولة. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. عقب زيارته بمدينة سيئون رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع يصل إلى المكلا. توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مصنع المكلا لتعليم الأسماك الغويزي ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي. انتقال حضرموت يقيم بطولة السباحة في المياه المفتوحة في المكلا. ختام نشرة نستودعكم الله حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.